النهارده جاي اكلمكم عن مسلسلات رمضان، يلا بينا. اول مسلسل معانا وهو المداح بطولة حمادة هلال. مسلسل المداح بقى انا حاسس ان هو ايه هيبتدي كده يرخم، عارف لما تحلب الفكرة لدرجة اوفر، لان الجزء الثالث كان حلو بس يعني مش زي الاول والثاني، يعني كل مادة بتحس ان هم ايه بيحاولوا يعملوا قصة وخلاص، فياريت يبقى حلو وياريت يبقى اخر جزء. تاني مسلسل معانا بقى وهو المعلم بطولة مصطفى شعبان. مصطفى شعبان في اخر سنتين غير من نفسه خلاص، ما بقاش كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين، ولا هو الرجل الاوحد، ولا هو بيطلع معلم، ولا كل الكلام ده كله. فياريت السنه دي كمان يبقى مغير من جلده وعمل لنا مسلسل حلو زي السنه اللي فاتت واللي قبليه. هو الصراحه من اول ما ابتدى يعمل ايوب وهو تمام زي الفل. ثالث مسلسل معانا وهو العتاوله بطوله احمد السقا وطارق لطفي وباسم السمره، والصراحه جوله تمثيليه روعه، يعني يكاد يكون ان طارق لطفي وباسم السمره ممكن ياخدوا الجو، مع ان احمد السقا انا شايفه في مسلسل جوله اخيره تمثيله مش هقول ابتدى يتحسن، اللي هو ممثل حلو، بس لما نيجي نحطه جنب واحد زي طارق لطفي عفريت تمثيل وواحد زي باسم السمره معجون تمثيل، فالتلاتة هيعملوا دويتو متهيألي حلو. نيجي بقى لمسلسل الحشاشين، والمسلسل ده دماغه وصلالي بطولة كريم عبد العزيز واخراج بيتر ميمي، يعني ان شاء الله مسلسل حلو جدا. مسلسل صدع قارب بطولة غادة عبد الرازق، وحق عرب بطولة احمد العوضي، ومتهيألي مسلسل حق عرب اكيد شميت ريحة الجدعنة. ومسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، خالد النبوي ممثل تقيل الصراحة. ومسلسل بقى بيت الرفاعي بطولة امير كرارة واحمد رزق ومحمد لطفي. وعندنا الكبير قوي الجزء الثاني، وهنا سنتوقف قليلا. احمد مكي ابتدى من الجزء اللي فات واللي قبله ينحدر واحده واحده، عارف انت هيخش في مرحله برامج رامز اللي هو ايه خلاص حلب كل حاجه، يعني انا مش عايز اقول هو ما بقاش كرييتيف زي الاول، بس المسلسل مش بنفس الجوده اللي اتعودنا عليها من الكبير، واحنا كلنا بنحب الكبير، فيا ريت وارجو ان السنه دي تبقى المسلسل كويس وما يبقاش هو كاتب شهاده وفاته بايده، مع ان احمد مكي له رصيد عندنا كتير، يعني هنستقبله تاني وتالت ورابع انا عارف، بس انا ما احبش ان احمد مكي يعمل زي رامز ويبتدي يحلب لحد ما نكره الموضوع. وعندنا بقى دكتور يحيى الفخراني جاي بمسلسل اسمه عتبات البهجه، 15 حلقه، يحيى الفخراني و15 حلقه، يعني انا متاكد انك هتلاقي حاجه قنبله، وصله رحم لاياد نصار ولانش بوكس الغدا عادل، انا عايز اقول لك ان مليان مسلسلات رمضان السنه دي، يعني هو اللي عامل لك نظام ايه؟ تصلي وتتفرج على مسلسل، تصلي وتتفرج على مسلسل، هتعبد ربنا امتى وهتشتغل امتى مش عارف، بس هو متروسه مسلسلات السنه دي. وعندنا بقى هاني رمزي جاي بمسلسل اسمه بدون مقابل، ومش عارف هو عامله بدون مقابل، يعني المنتج اللي عامله عارف انه هينزل وهينجح وهيضرب، مع ان هاني رمزي انا بحبه جدا وزعلان على الكلام اللي انا بقوله، بس هو اللي عمل كده في نفسه. مع مين بقى؟ وفاء عامر وداليا البحيري، وربنا يوفقك. وعندنا مسلسل لاحمد داش وعصام عمر، انا نفسي استغربت لما عرفت ان احمد داش شايل بطوله مسلسل، المسلسل ده 15 حلقه فمتهيألي ممكن يطلع كويس، يعني لو الواحد بس طول خلقه شويه كده وابتدى يتفرج على المسلسل متهيألي ممكن يطلع حلو، يا اما هيطلع وحش جدا، بس عصام عمر هو اللي ممكن يخليه يتفرج على المسلسل. احمد داش انا بحبه بس ما اتفرجش عليه وهو شايل بطوله مسلسل. وفي خبر وحش السنه دي مش عارف اقوله لكم ازاي، ان محمد رمضان مش معانا السنه دي، مفيش جعفر العمده، مفيش حد هيعيط بعين واحده، مفيش حد هيتضرب السنه دي، كله هيمر في سلام، عشان محمد سامي بعد ما كتب الحلقات ما عجبتوش فقطعها فاجلها الموسم تاني. مسلسلات بقى 15 حلقه السنه دي هم زايدين، زي ما يكون النجوم عارفين ان انا لو مطيت في المسلسل خلاص المشاهد بقى بيفهم، والجمهور بقى جمهور عاقل كده وفهمان ومفاهم في السينما الى حد كبير، يعني بدليل ان انا حتى بتكلم عادي. عندنا مسلسل بابا جاي بطوله اكرم حسني، عندنا مسلسل خالد نور وولد ونور خالد بطوله شيكو وكريم محمود عبد العزيز، تهيألي ده بقى هيبقى قنبله 15 حلقه، وبابا جه بطوله اكرم حسني برده 15 حلقه، الناس دي عايزين يعملوا مضمون يخلوه يعني انا مش هقعد ال 30 حلقه بس ال 15 حلقه هيعلموا معاك كانهم اتذاعوا في 30 يوم رمضان، ممكن تطلع اصلا بعد كده بال 15 حلقه دول بالمسلسلات ال 15 حلقه يعجبوك اكتر من اللي يقعدوا 30، والناس دي متهيألي بتفهم، مش لازم بقى مط عشان اعمل الحلقه، افهموا يا جدعان ابوس ايديكم احنا اللي بنتعب معاكم. وعندنا بقى مسلسل اشغال شقه بطوله هشام ماجد، مش اشغال شقه اللي هو حبس، لا شقه زي اللي احنا قاعدين فيها دي، ومتهيألي برده المسلسل ده هيطلع جامد، لحد دلوقتي هشام ماجد ما وقعش في ولا حاجه من اللي عملها. في صدفه لريهام حجاج، هو ريهام حجاج كل سنه بتعمل مسلسل، هو معنى كده ان المسلسل بينجح؟ يعني بجد احنا عندنا ناس بتقعد تتفرج على ريهام حجاج 30 حلقه، يعني في كده بجد يعني مش طب انا لوحدي اللي ما بتفرجش وشايف ان الموضوع غريب ولا مش عارف، بس هي عامله مسلسل. وفي مسلسل الف ليله وليله، المسلسل ده اتعمل قبل كده تقريبا كان بطوله شريف منير، عاملينه السنه دي بطوله ياسر جلال، يعني بس انا مش عارف بقى هو نظامه ايه. وفي مسلسل اسود باهت 15 حلقه بطوله سمر
سمر الصايغ ودي اول بطوله ليها، مسلسل كوبرا لمحمد عادل امام. بس انا مش عارف بقى بعد ما جاب سيره فلسطين وهو في موسم الرياض، مش عارف هو مش هتنزل على ام بي سي، مش عارف بقى هتنزل على ايه بعد كده، لان هو طبعا ايه اللي يجيب سيره فلسطين هناك كانه بالظبط مسك نار ولسع حد بيها، ما تفهمش ليه. طب فلسطين، عاشت فلسطين حره. وعندنا محارب لحسن الرداد وفراوله لنيلي كريم. مش بقول لكم السنه دي مليانه مسلسلات؟ خدوا بالكم انا ما قلتلكمش مسلسلات تانية لسه كمان. سر اله الروجينا وقلع الحجر لمحمد رياض، ودي برضو اول بطوله لمحمد رياض. وعايز اقول لكم ان في مسلسلات تانية كتير انا سقطتها، يعني لسه في سمية الخشاب وفي كذا حد يعني متهيألي السنه دي اللي بيمثل واللي ما بيمثلش عامل مسلسلات. ما هي مصر مليانه فلوس يا جدعان، امال احنا ليه بنقول في غلاء ومش لاقيين فلوس والدنيا والحاجه غلت؟ هو في فلوس اهو، فلوس دي ولا مش فلوس؟ فلوس، يبقى مصر فيها فلوس. انت اللي ما بتشتغلش، انت اللي مش ممثل يا فاشل. في الاخر لو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف رحله نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه ولف لفه كده، هتلاقي فيديوهات كتير تعجبك. اتفرج على سي في النجوم هتعجبك الحلقات. سلام.